شرايين المخ بيكونوا مع بعض دورة أو سيركل اسمها سيركل أوف ويلز، والسيركل أوف ويلز هي حلقة وصل مهمة جدا بين الأربع شرايين الرئيسية اللي بيغذوا المخ، اللي هما الاتنين فيرتبرال أرتريز والاتنين انترنال كاروتيد أرتريز. فبتتكون السيركل أوف ويلز من كل من الأنتيريور سيريبرال أرتري والبوستيريور سيريبرال أرتري والأنتيريور كوميونيكيتنج أرتري والبوستيريور كوميونيكيتنج أرتري والإنترنال كاروتيد أرتريز. ومكان السيركل أوف ويلز الرئيسي هو سوبرا سيلار سيسترن في قاعدة الدماغ. ووظيفة السيركل أوف ويلز هو ضمان تدفق وسريان الدم في نصفي المخ حتى في حالات انسداد الشرايين.